الأستاذ ناجي، النهاردة إيه اللي نقدر نقول العوامل أو المحددات اللي أدت للتغيير في دور الأحزاب السياسية، من مشهد كنا نقول إنه الأحزاب يعني دورها غير ملحوظ في الشارع، أو زي ما حضرتك وصفتها أحزاب هزلية ضعيفة جدا في دورها، إلى أحزاب قوية موجودة في الشارع بتدعو الناس للمشاركة في الانتخابات أو حتى تقدم مرشحين؟ إيه العوامل؟ شوف حضرتك، أن حركة الأحزاب المصرية في الانتخابات الرئاسية كان تدويج لعمل ضخم اتعمل من حوالي أكثر من 16 شهر. دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كانت هي الحوار الحقيقي طبعا، نقطة البدء. كانت دي نقطة البدء، ده كل الأحزاب الجادة جادت نفسها. يعني ما تخيلي كده، انت عندك 113 قضية اتفق عليها مجلس الأمناء، والأحزاب قعدت تعكف على أنها تعد رؤاها فيها، في وجود احزاب يعني تصنف انها احزاب معارضه كمان. نعم طبعا. ولا هم دول سقطوا في الامتحان، لم يقضوا في الحوار. ليه بقى؟ لان هو لقوا المناخ فرض نفسه عليهم، اللي هو بدون خطوط حمراء او بدون سقف، ولقوا ان الاحزاب الاخرى عامله رؤاها على اساس علمي على اساس موضوعي، وكانوا قيادتهم طرحه نفسها في الحوار وبتتكلم في كل اللجان. يعني انا حزب الجيل عملت 113 ملف في 113 قضيه، اللي عملهم شباب الحزب اللي ماسك اللجان النوعيه، وكانوا موجودين في الحوار. لذلك ان كان اعلى سجل، اعلى سكور تسجل في الحوار متخلفات كانت لحزب الجيل، وده على رأي على حسب مقوله المستشار محمود فوزي حزب الجيل وقياداته. فانا عملت برنامج جديد لحزب الجيل، هذا البرنامج عملته من خلال 113 قضيه. يعني انا عندي برنامج سياسي عملته في 2000 سنه 2000 اديت امدي لجنه شؤون الاحزاب، وبرنامج اخر من واقع الحوار الوطني. الحوار الوطني بقى كان بروفا الاحزاب الجاده اللي عايز يبقى لها دور في البلد، هي اشتبكت مع الحوار الوطني بشكل ايجابي، واصبحت بروفا للانتخابات الرئاسيه. انا كان بعتقد ان اكبر تمهيد للانتخابات الرئاسيه فتح المجال العام بالحوار الوطني، لان الاحزاب كانت بقت حركه الحوار الوطني حركه من فتره السكون، تحرك المياه الراكده الحركه والنشطه. يعني انت لما تعملي تحول عندك لجانك او مقراتك الى خليه نحل، لجان ما تنعقدش تعمل دراسات، نزلت بيها للمحافظات ايضا، فحركت نفسك كلها، حرك المياه الراكده في بحيره حياتنا الحزبيه اللي قعدت راكده على مدى اكثر من 3 عقود. فهذه الحركه يا بنت الحوار الوطني. لما جه بقى الانتخابات الرئاسيه كانت الاحزاب سخنت، كانت عملت تسخين قوي جدا، زي ما اللاعب اللي بيتسخن قبل يدخل الماتش، نازل الملعب بقى، نازل الملعب وعنده قوادره وعنده لجانه الانتخابيه، لجانه الحزبيه اللي هو عمل تواصل معاها في ايام الحوار الوطني، فاصبحت فيه جاهزيه كامله. وعشان كده ما فكرناش كتير، ما تعبناش كتير، ده احنا اول ما استقينا على اسم مرشح احنا نزلنا عملنا عملنا المؤتمرات المختلفه، وقبلناها عملنا الفعاليات، لان ما كانش كان قبل الدعايه الانتخابيه. وحزب الجيل كان من الاحزاب اللي كانت مؤيده او ضمن الائتلاف المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا احنا اعلنا تأييدنا للرئيس المرشح عبد الفتاح السيسي، وما استناش حتى الجدول الزمني بتاع الهيئه الوطنيه للانتخابات. استخلينا احنا حزب سياسي، فعملنا فعالياتنا في المقر، اللي هي الفعاليات اللي مهدت الارضيه، يعني مع جماعات فئويه ونوعيه. صحيح. عملنا معهم، اقنعناهم ان احنا بقيت هذا المرشح، وفي نفس الوقت بقينا نقول لهم المطلوب ايه في ايام الانتخابات.